تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما احنا متعودين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا، وكمان بناخد جولة جوه الأكاونتس بتاعتهم في كل الأبليكيشنز. انضم دينا الشربيني لموسم رمضان 2025 من خلال تعاقدها على بطولة مسلسل كامل العدد 3 للسنة الثالثة على التوالي، واللي حقق نجاح كبير جدا مع جمهوره بجزء الأول والثاني. وكمان بدأت تصوير مشاهدها في فيلم الهنا اللي أنا فيه، وبيشاركها فيه ياسمين رئيس وكريم محمود عبد العزيز ومجموعة كبيرة من النجوم. الفيلم تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. دينا الشربيني من عشاق التيك توك، عشان كده هنبدأ بيه، وتقريبا كل يوم لازم تنشر فيديو ليها على التيك توك. بيتابع دينا الشربيني 1,600,000 فولور، وهي بتتابع 18 أكاونت، وحققت 4,500,000 مشاهدة. من التيك توك للإنستجرام بيتابع دينا الشربيني 12 مليون فولور، وهي عاملة فولور 684 أكاونت. نشرت لحد دلوقتي حوالي 266 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور والفيديوز دي عبارة عن إيه. طبعاً زي أي فنان بتنشر فيديوز وصور البوسترز وكواليس أعمالها، ولقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة لأعمالها. دينا بتتميز جداً في بساطتها في ستايلات لبسها، ولاحظنا أنها بتحب أكتر لونين في اللبس، الأبيض والأسود، وأحياناً ألوان مبهجة زي الأورنج والبينك. دينا الشربيني نشرت أكتر من 40 صورة ليها لإطلالات في مهرجانات سينمائية، ودايماً اختيارات فساتينها بتلفت الأنظار. دينا الشربيني بتهتم جدا بلياقتها البدنيه وبتحب الرياضه جدا، ونشرت فيديو ليها وهي بتلعب رياضه وحقق مليون مشاهده على الانستغرام. تعالوا دينا الشربيني عندها على الفيسبوك اكتر من 5 مليون فولور، واخر فيديو نشرته كان كواليس مسلسلها الجديد كامل العدد بلس 1، والفيديو ده حقق اكتر من 500,000 فيو. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب.